يا نور على نور، اجعل في قلبي نور، اجعل في سمعي نور، وتكرم بالعطايا وارحمني يا غفور. يا نور على نور، اجعل في قلبي نور، اجعل في سمعي نور، وتكرم بال... بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع درس جديد في فقه الصيام، في هذه الحلقة أتحدث عن أحكام الصيام بالنسبة للشيخ الكبير وبالنسبة للمرأة الحامل والمرضع، انطلاقا من مصادرنا التشريعية واعتمادا على أقوال فقهائنا المالكية رحمهم الله. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فكما هو منصوص عند فقهائنا رحمهم الله أن الشيخ الكبير إذا بلغ من الكبر عتية وأصبح يشق عليه الصوم، وكذلك المرأة الحامل أو المرضع إذا كان يشق ويصعب عليهم الصوم، أو تخاف على ولدها، المرأة التي المرضع التي تخاف على ولدها، يجوز لها الفطر في رمضان. فقد جاء في الحديث: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم. حديث في الموطأ. إذن ما هو حكم الشيخ الكبير؟ الشيخ الكبير إذا أفطر لا يجب عليه القضاء، وإنما يندب له أن يتصدق بمد من قمح أو ما يعادله في بما هو في زماننا العملة بمقدار 3 دراهم إلى 5 دراهم، والأولى له أن يخرج 5 دراهم على من باب الاحتياط. لماذا يخرج هذا؟ لأن الشيخ الكبير هو معذور كالمريض، والله عز وجل يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. وفي هذا يقول ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه، يقول: ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم. والفدية عند المالكية هي من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. أما حكم المرأة الحامل والمرضع فيجوز لهما الفطر إن خافتا على ولديهما المرض، أو خافتا زيادة المرض لولدهما. وأما خوفهما على أنفسهما فهو داخل في المرض، ويمكن للمرضع أن تستأجر من يقوم بإرضاع ولدها، يعني امرأة أخرى. وفي هذا يقول ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه: وللمرضع إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له أو لم يقبل ثديها فعليها أن تفطر وتطعم، أن تفطر وتطعم. بالنسبة للمرضع تقضي الأيام التي أفطرتها وتطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا، وهذا على رأي ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه. أما الحامل فإنها تقضي الأيام التي أفطرتها ولا يجب عليها الإطعام، لأن الحمل يعتبره الفقهاء يعني مرضا حقيقيا. وفي هذا يقول ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه: وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم، وقيل تطعم. مناقشة هذا الكلام، نجد حكم الحامل خالف حكم المرضع في الإطعام. لماذا؟ لأن الإرضاع ليس مرضا حقيقيا بخلاف الحمل فهو مرض حقيقي، وهذا ما نص عليه العلامة الدردير رحمه الله في مختصره. ودليل الإمام مالك رحمه الله في رواية وجوب الإطعام على المرضع
لا الحامل هو مراعاة الخلاف الواقع في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. فمالك رحمه الله يرى أن هذه الآية هي منسوخة بقول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فقد كان في أول الإسلام من شاء أن يصوم يصوم، ومن شاء أن من شاء أن يطعم أطعم مسكينا عن كل يوم. ثم نسخت هذه الآية بقول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فالإمام مالك رحمه الله راعى الخلاف واحتاط للمرضع بالإطعام، أما الحامل فإنها مريضة، يعتبرها مريضة. وكذلك الشيخ الكبير فإنه يستحب له الإطعام لأنه لا يقدر على القضاء مطلقا، بخلاف المريض الذي يرجو البرء فإنه يرجو كذلك حتى القضاء. وقد روي أن أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر بلغ من الكبر عتيا وكان لا يقدر على الصيام، كان يفتدي عن كل يوم أفطره بفدية. وفي هذا يقول الإمام الباجي رحمه الله في كتابه المنتقى، يقول: كان أنس بن مالك يفعل ذلك على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. إذن هذا ما يتعلق بهذا الحكم، أحكام الشيخ الكبير وحكم الشيخ الكبير وحكم المرأة الحامل وحكم المرأة المرضع. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.